معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء أشمري، مرحبا بك. إذا سيد ضياء، بعد مرور 3 سنين على انتهاء الأعمال العسكرية، كيف ترى أوضاع النازحين في العراق؟ جميع الأمر النازحين يعني سابقا وبالوقت الحاضر يزداد سوءا، كل ما تمر فترة زمنية يزداد سوءا في وصول المواد الغذائية وفي العناية وفي السلطة المركزية، حسب ما يقالون أنه السلطة المركزية لا توفر المواد الغذائية إلى المواطنين بالكامل، ولكن المساعدات الموجودة التي تبعث من قبل المنظمات الدولية إلى مناطق كردستان تسرق نصفها تسرق في هذه المناطق. مع الأسف لا توجد رقابة على كيفية التوزيع المواد الغذائية وحتى العناية الموجودة، لا توجد العناية الصحية إلى المستوى المطلوب، يعني إذا ليست المستوى المطلوب البسيط. لحد هذه اللحظة التعليم تقريبا معدوم في المخيمات، التعليم لا توجد معلمين، لا توجد مناطق للدراسة أو للتعليم الأطفال. هذه الحالة تعاني من عندها المشاكل الموجودة في شمال العراق وفي مخيمات العراق. طيب، النائب هيثم الجبوري أكد أن الدخول إلى ناحية جرف الصخر مثلا يتطلب موافقة من الميليشيات، هل رصدتم في تقاريركم حقوقية حالات منع لعودة النازحين إلى مدنهم من قبل هذه الميليشيات؟ جرف الصخر حالة خاصة، جرف الصخر بحد هذه اللحظة مسيطرة عليها من حزب الله، يعني من الجهات الإيرانية مسيطرين عليها، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تدخل هذه المناطق حسب اعتراف المسؤولين العراقيين. لا لهم سلطة في مناطق جرف الصخر في الوقت الحاضر. نازحون مخيم بحرقة قالوا إن أغلب المنظمات الإغاثية لم تصل إلينا في شمال العراق منذ مدة طويلة، هل لوجود الميليشيات دور في عدم وصول المنظمات الإغاثية إلى مخيمات النزوح؟ ما هي الأسباب يعني؟ الأسباب هي الأسباب الأمنية أكثر. المنظمات الإنسانية الدولية لا يمكن تبعث موظفيها إلى هذه المناطق وتعرض موظفيها إلى حالات الخطر. لهذا السبب لا توجد منظمات، نعم كانت في البداية وكانوا يذهبون إلى مناطق ويذهبون إلى المعسكرات أو المخيمات الموجود فيها اللاجئين، ولكن بالآونة الأخيرة حينما اشتدت الأمور الأمنية وساءت الأمور الأمنية اضطرت المنظمات الإنسانية الدولية بعدم إرسال الموظفيها لدراسة الموضوع ووصول المواد الغذائية، ولكن المواد الغذائية والمعونة توصل إلى المناطق إلى الحكومة المركزية في كردستان، ولحد هذه اللحظة هي تسرق. أخي أغلب المواد الغذائية تسرق من قبل أجهزة الدولة، من قبل الأجهزة الأمنية، والمعسكرات مسيطرة عليها، أغلب المعسكرات مسيطرة عليها هي الميليشيات. ما هدف هذه الميليشيات أو الأجهزة الأمنية كما ذكرت من التضييق على النازحين في مخيماتهم وفي هذه المواد التي تصل إليهم، مواد الإغاثية، وعدم السماح أيضا بعودتهم إلى مدنهم، يعني ما هو الهدف؟ أغلب الأحيان في المناطق الشمالية هو ليست الهدف، هو المقصود فيه المسألة الطائفية. نحن نعلم هذه المناطق الشمالية بالعراق والنازحين من هذه المناطق هم من طائفة معينة من الشعب العراقي، لهذا السبب الميليشيات والحشد الشعبي هم من جهة واحدة، من جهة معينة، ولهذا السبب أنه إيران لها مصالحها ولها مآربها في هذه المنطقة. يعني هي المضايقات ليست مضايقات بقدر ما هي ابتزاز وإذلال المواطن العراقي بهذه المناطق. يعني هل هذا المنع لعودة النازحين إلى مدنهم ومناطقهم ألا يعد جريمة في القانون الدولي الإنساني؟ وكيف السبيل لوقف هذا المنع؟
نعم، هذه جرائم، جرائم ضد البشرية. يعني هذه مدونة، هي ليست هذا انه الاستيلاء على املاك المواطنين او الابتزاز المواطنين بالبيع املاكهم باسعار بخيصة. لهذا السبب هي من يشتري هذه هم اغلبهم الذي يشترون المناطق في مناطق هسه المناطق الموجودة في الموصل او المنطقة القديمة في الموصل. لاحظوا من هو المستفيد من شراء الأملاك الموجودة في هذه المناطق، من هو المستفيد بشراء الأملاك المسيحيين في منطقة الموصل. لازم واحد يدرس ويسوي الإحصائية، نرى أن الإحصائية أنه جهة معينة هي المستفيدة من هذا، سرقة أموال الشعب العراقي وابتزازهم ببيع أملاكهم. شكرا جزيلا لك من فيينا، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، ضياء الشمري.